اسمع يا حاج، عايزك تفضل على طول واخد بالك مني. لو شفت أي حاجة بانت عليا مش طبيعية. عارف اني قصدك الحمى القلعية، وعارف اعراضها كمان، تعب وسخونية وقرح اللسان واللثة كمان، وياها كتير مش متدارية. الله ينور عليه. وكان بيجي زمان معاهم جفاف وإسهال أيام الطاعون البقري، واللي قضينا عليه بهمة قوية. يبقى لو شفت الشر بره وبعيد، أي حاجة من الأعراض دي تعزلني لوحدي بعيد عن البقر اللي حواليا. أيوة عارف، واجري بسرعة أجيب دكتور الوحدة البيطرية. ربنا يخليك ليا يا أجدع فلاح في الجمهورية. ثروتنا الحيوانية هنراعيها ونحافظ عليها. هذه الحملة برعاية منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.